استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله بحضور معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والعميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة هذا اليوم مجموعة من الضباط والأفراد من القادة ومن أصحاب الخبرة في مختلف التخصصات بعد عودتهم من جمهورية اليمن الشقيقة سالمين غانمين بعد مشاركتهم في أداء واجبهم الإنساني النبيل على الوجه الأمثل. وقد تفضل جلالته أيده الله بمنح الأوسمة التقديرية لهؤلاء الضباط والأفراد البواسل تقديرا لهم على قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه بعزيمة وإرادة صادقة في هذه المهمة السامية، ورحب بهم جلالته شاكرا لهم ما قاموا به من خدمات إنسانية نبيلة ضمن مشاركة قوات دفاع البحرين المتواصلة مع الأشقاء من قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا جلالته رعاه الله بما يقومون به وما حققوه من إنجازات مميزة بمشاركتهم السامية في عمليات الإغاثة الإنسانية انطلاقا من عاداتنا البحرينية الأصيلة لمد يد العون للأشقاء وإغاثة المحتاجين والسعي المتواصل لكل ما فيه خير اليمن وشعبها العزيز، حيث قدم هؤلاء الرجال الصورة المشرفة الرفيعة لوطنهم، متمنيا جلالته لهم ولجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة. حضر المقابلة سعادة وزير شؤون الدفاع وسعادة رئيس هيئة الأركان.